السلام عليكم، وياكم منير ليث. بهذا الفيديو حبيت أشارك وياكم تجربتي بترك الطيور وأسماك الزينة تقريبا أسبوع كامل بدون ما أتدخل وأعطيهم أكل ومي. هو فعليا كنت تاركهم 5 أو 6 أيام، بس الأكل والمي اللي بقعدهم كفاهم حتى ورا ما رجعت لهم بيومين أو 3 لخات. طبعا ترك أسماك الزينة مقارنة بباقي الحيوانات يكون أسهل بهواية كلش من كل الحيوانات الأليفة الثانية مثل الطيور وكلاب الزينة والبزازين والهامسترات وغيرها، كل بساطة لأنه أكو أكلات أوتوماتيك للأسماك مال زينة، وأكو هماتين أكل مصمم لأنه ينطيهم يبقى كافي لهم وهو بداخل الحوض لمدة 2 أسبوع أو 3 أو 4 على حسب الأكل وكمية الأكل اللي ممكن ننطيهم إياه. وطبعا المي مال الحوض أكيد ما رح يتبخر بهالسرعة هذه، خاصة إذا كان الحوض متغطي بغطاء. فترك الأسماك سهل، بس رح أقول لكم شلون بكل الأحوال، بينما الطيور والكلاب ما نقدر نتركهم بكل بساطة ونروح لأي مكان. بس قبل ما أكمل هذا الفيديو اللي قاعد بنص الليل أسجله الساعة 1:30 بالليل، أحب أشكر كل الناس اللي باركوا لي على التخرج مالتي، وأتمنى لكم إذا ما متخرجين تتخرجون، وإذا عندكم واحد المفروض يتخرج إن شاء الله يا رب يتخرج، أو أقلها تفرحون نفس الفرحة اللي فرحتها، فشكرا جزيلا. طبعا الفترة اللي تركتهم بها هي أسبوع، وأسبوع مو هواية، أكو ناس ممكن ينطون الأكل للطيور مالتهم والمي مرتين بالأسبوع، يعني ممكن يضاعفون الكمية ويخلوهم أسبوع وما راح يصير عليهم شيء، بس هذه الطيور غالبا هي زوج واحد مثلا من الكناري أو من الطيور الحر، بينما إذا عندكم أقفاص بها أعداد كبيرة من الطيور مثلا 10 طيور و15 20، وخاصة إذا عندهم أعشاش وعندهم أفراخ، صعب كلش تخلوهم بدون ما تشيكون عليهم يومية، لأنه ممكن يخلصون أكل أو مي بأي لحظة، خاصة إذا كان عندهم أفراخ، لأنه كل ما تكبر الأفراخ كل ما الكمية مال الأكل اللي ياكلوها كل يومية تزيد، فصعب أساسا أنه نحسب هم ايش قد يردون أكل. طبعا هذه المشكلة أنه احنا ما نقدر نعوف الحيوانات الأليفة ونطلع ونطب براحتنا، هي تقريبا أكبر مشكلة بتربية الحيوانات الأليفة، لأنه فعليا تقيد الواحد وما تخليه يسوي كل شيء. حل هذه المشكلة ممكن يكون بسيط كلش، خاصة إذا كانت عدد الأيام قليلة، أقل من أسبوع مثلا، نحسب عدد الأيام، نحسب كمية الأكل والمي اللي يحتاجوها، ونعطيهم كمية أكل ومي اللي يحتاجوها وأكثر، مثلا إذا عايفيهم أسبوع ممكن نعطيهم أكل ومي يكفيهم 10 أيام أو أسبوعين. بس طبعا أنا ما مصور هذا الفيديو بنص الليل على مود أقول لكم نحسب عدد الأيام ونعطيهم كمية أكل ومي تكفيهم، بينما راح أعطيكم طرق ممكن تحسن أو تخلينا نأمن على الطيور والحيوانات مالتنا أكثر بهواي. أول شيء استخدام البيلتس بمكان الدخول إذا تقدرون، إذا ما تقدرون ممكن نستخدم الدخن عادي يعني بكميات كبيرة. هذا البيلت أو الأكل الجاف اللي هو تقريبا نفس العلف اللي يستخدموه للدجاج، بس هذا مصمم للطيور معاقف المنقار مثلا، طيور الحب والكوكتيل والغندورة وغيرهم. هذا الدخن العادي ممكن نستخدمه للطيور إذا ما نقدر نستخدم البيلتس، بس مشكلته هذه القشور اللي هي تصير فوق الدخن، فكل ما يأكلون من عنده كل ما يصير قشور أكثر، كل ما صعب أساسا يأكلون. فمشكلته أنه هو مو بس بقشور ماخذة من الوزن مال الدخن، وإنما كل ما يأكلون من عنده كل ما يصعب عليهم يأكلون، ونحتاج أنه ننظف الدخن هذا على مود يقدرون يأكلوا أساسا. فممكن نستخدمه بكميات كبيرة بحيث توازن الفرق بينه وبين البيلتس، بس اذا تقدرون تستخدمون البيلتس يكون احسن بهواية كلش. البيلتس اللي انا دا استخدمه النوعية ممكن تعتبر غالية ومو كل الناس عندهم استعداد يصرفون هالقد على بيلتس، بس ممكن اذا تستخدموه مرة واحدة بس راح تشوفون فرق كلش كبير بين الدخن والبيلتس، يعني ممكن تشيس واحد او خلينا نقول كيلو من البيلتس يعادل تقريبا 10 كيلوات او اكثر من الدخن، لانه ما ياكلوا بسرعة كلش، يعني يشبعهم اكثر، ما بي قشور فالوزن مالته يكون اكثر، فالكيلو الواحد اذا تحسبون السعر مالته يكون شويه اغلى من الدخن بحاله انه نطلع من عنده وزن القشور والفيتامينات كل الشغلات اللي ضايفيها عليه، لان هم معادلين المواد الغذائيه الموجوده عليه. الشيء الثالث انه احنا اذا نستخدم هذا النوع من الاكل اللي هو عباره عن حب عباد الشمس ومجموعه من الحبوب الثانيه لطيور مثلا الكوكتيل او الغندوره او طيور ثانية ممكن يأكلون دخن، فالأحسن أنه ما نستخدم هذه الخبطة ونستخدم بس الدخن، لأنه الدخن على الرغم من أنه البيلتس أحسن من عنده، بس الدخن أحسن من هذه الخبطة، لأنه حجم الحبوب يكون صغير، فالفراغات مال الهواء اللي تكون موجودة بحب عباد الشمس ما تكون كل شيء هواية، وأساساً الدخن يكون مغذي أكثر من حب عباد الشمس. وهذا كان بالنسبة للأكل. أما بالنسبة للمي فأنا استخدمت هذا المسقة اللي يستخدموه عادة للأرانب او للحيوانات القوارض مثلا الهامستر وغيرهم، فهذا المسقى به هنا خرزه نازله مثل الصجمه كبيره، هي ساده المي، صحيح هسه هو دا ينقط بس رح يوقف بعد شويه
يعني حينقط هسه بعد وبعدين حيوقف. طبعا هذا الشيء زين لانه يدليهم على المي وين للطيور، فكل ما يشوفون ينقط هيك شويه يروحون ويعرفون هذا مي. كل ما يطخون هذه الخرزه كل ما ينزل مي بعد، مثل ما تشوفون يعني هسه هذا كل ما نطخه كل ما ينزل المي، واذا ما حط طخه فتره راح يوقف مثل ما شفتوا هسه، راح ينقط نقطه وراها يبطئ لحد ما يوقف. طبعا هذا لتر كامل ممكن يكفي القفص الكبير اللي عندي تقريبا 3 اسابيع بدون ما اتدخل. والحلو البي انه هو ينزل باتجاه واحد، فالمي ما راح يتوسخ بالفضلات مالتهم مثل المساقي العاديه. حتى المساقي اللي ممكن نعلقها بالقفص ممكن يوسخوها بالفضلات مالتهم، بس هذا شبه مستحيل لانه اتجاه واحد بس. وشيء ثاني انه هذا ما يتبخر، فالمي اللي بي يبقى بي لحد ما يشربوه. وطبعا هذه الطريقه بالسقي مالتهم ما تخلينا نتدخل هوايه بانه نخلي لهم مي كل شويه. بس طبعا عيوب هذني اثنين اتهن البيلتس وهذا المسقى مع الارانب انه احنا ما نقدر قبل ما نسافر بيوم او بيومين نخلي لهم اياه ونروح، لانه غالبا الطيور ما راح اساسا تعرف شلون تاكل البيلتس او شنو هو اساسا وشلون راح تشرب من هذا. فالاحسن انه نخلي لهم ذني ونعلمهم عليهم بالقفص فترة مثلا شهر قبلها او حتى اكثر، يعني تعلموهم عليهم من هسه بحيث من يجي الوقت انه تريدون تعوفوهم سهل كلش انه تعوفوهم لانهم متعلمين عليهم. طبعا هذني الطرق اللي دا اقول لكم عليهم ممكن يفيدون للناس اللي يريدون يعوفون طيورهم ممكن اسبوع، ممكن اسبوعين، مو اكثر من اسبوعين لانه ما حد ضامن يعني ايش راح يصير. فالاحسن انه اكو شخص يباوع عليهم اذا كانت السفر اكثر من اسبوعين ويتاكد انه هم عندهم اكل ومي. وطبعا هذه الطرق ممكن تشتغل احسن اذا كانت الطيور مترباية بداخل البيت مو بخارج البيت، يعني اذا كان القفص بالحديقة الاحسن انه ننطي المفتاح مال البيت، الشخص ممكن يطب ويتاكد عندهم اكل ومي. لانه مثل ما كلنا نعرف بالحر مال صيف العراق اذا خلينا لهم مي وايش قد ما يكون خلي يكون ممكن يخلصوا بيوم واحد بس او بيومين. فالاحسن اذا كانت السفرة بالصيف والطيور برا ممكن يحترون انه اكو واحد يباوع عليهم هماتين. وهذه هي الاضافة الاخيرة اللي انا سويتها، خليت عليهم هذه الكاميرا تباوع عليهم وتباوع على الغرفة كلها. طبعا هذه الكاميرا تفتر وتسجل صوت وصورة واقدر هماتين احكي وياهم. فهذه هي الإضافة بس اللي خلتني أطمئن الفترة كلها أنه دواء عليهم ودا أتأكد عندهم أكل ومي. أما بالنسبة للسمك فكل اللي سويته اشتريت الأكل الجاهز مع السفرات. طبعا هذا القطع يبيعوها ومكتوب عدد السمك وحجم الحوض اللي ممكن يتخلى به. كل اللي أسويه أنه أفتحه وأخليه بالحوض وأعوفهم ممكن لحد أسبوعين مكتوب على هذه القطعة. وإذا أريد أعوفهم أكثر ممكن أشتري لهم قطعة ثانية من هذا الأكل وأخلي لهم إياه وأعوفهم أكثر وهم رح يأكلوا. وحتى هذه الطريقة ممكن نعلمهم عليها قبل ما نسافر بفترة، يعني ما ننطيهم أكل مثلا قبل ما نسافر بشهر أو هيك شيء، نخلي لهم هذا الأكل ونتأكد هم يأكلوه بحيث من نريد نسافر ماكو داعي نفكر انه هم اكلوهم لو ما اكلوه. وطبعا الحلو بهذا الاكل انه هو ما راح يوسخ المي. كل اللي راح يسويه انه كل ما ياكلون من عنده كل ما راح يقدرون يشلعون الاكل، بس هو ما راح يتفكك او يتحلل بداخل المي ويسمم المي. اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، في مال لهم.